بروغرام عديد غير ما كتبروغراماش على الحاجة. جود لايف خا يطلع اللايف لمحمد الوكيلي، هذا العام راه غيطلع في موازين، الله غيطلع يحفظك. الرباط باش تكون في خبار الناس، غيطلع شرف يتفرج، لي النصر غيطلع الرباط. يتفرج تما، غيطلع يتفرج جايبين وائل كفوري، غيطلع يتفرج ان شاء الله، غيعطي شي كي في اي بي. علاش لا بال علاش بروغراميتي على الديره؟ سير طلع، طلع محمد حتى انا حاجه ما كنبرك تحطها. يا ربي يا ربي، ايش الدو حمقوني والله، تحمقوني. سير هاد العام، هاد العام ان شاء الله. قبلي الله يعطيك الحكة. الله يا السلام عليكم، وعليكم السلام السلام، عليكم. انا كيف عملت لك الحال؟ متابعة، انا عملت لك متابعة. كيفك يا محمد؟ والله الحمد لله، وانت كيفك؟ شكرا لك، شرفك بإلياس، إلياس المالكي. شرفنا يا إلياس. فنان كبير في المغرب. أرحب أرحب ملايين. شو اسمك؟ والله اسمي السلطانة. الله عليك، اسم على أوكي. متنى، الله والله اسم على متنى الله هذا. الله الله الله، من وين إن شاء الله؟ الله على سلطانة. أنا من لبنان. أوه وأنتو؟ حبايبي، يلا والله هوي، على قلبي. يلا بعد قلبي، يلا يلا محمد جيب صديقي طول. عندك لبنان راح يرجع والحق ما بيموت، والحق راح يرجع زي سما بيروت. ايه العالم يا ايه لابون يا لدين، ايه العالم يا ايه لابون يا لدين. لبنان راح يرجع والحق ما بيروح، والشمس راح تطلع زي سما بيروت. ايه العالم يا ايه لو جديدي، ايه العالم يا ايه لو جديدي. هاي كفو، الله عليك يا فنان، الله على الفنان خويا الياس العالمية. حبيبي ما شاء حبيبي الله، شكرا والله شكرا شكرا. شو نورتي اسمي؟ يا جمالك يا حبايب لبنان. الله منوره والله. ويلكم، ما تكون فوت حدا معايا ويلكم لحظة. في الدروبه، طلع لنا بنت، طلع لنا بنت. ليه درتيها مزيانه؟ طلع لنا بنت. في عندي الممثل وجيه صقر، ممثل مشهور عرفته لبنان، عرفته طلع الله عرفته 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 بعرفه. عرفته. مرحبا على طلعوا راسي، والله شرف على إلنا، راسه. والله مرحبا، شرف إلنا. يلا راح طلعوا للاستاذ وجيه. محمد كبير انا محمد اخوي سجل الياس. طبعا، محمد سجل طبعا. شو هول؟ الله على الله الفنان الله على الكبير، الفنان. الله على الفنان، الله 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 الله. نجيب الطبل يا الياس. الله جيب الطبل وخذ جولة. الفنان وجيه صقر بده يطلع معي، شرف بقلب لنا، الشرف شرف يطلع لنا. معي. كيفك اخ وائل؟ استنى يا استنى جيب ناي الطبل. يا ناي يا الطبلين فنان يا كبير، الناس نايمين يا الياس. جيب الطبل عشان توري بان التقاليد اللبنانية الدبكة. هذا حبايبي فنان حبايبي دبكة يا استنى فنان، استنى. هذا فنان دبكة. نهدي يا هلا أغنية، نهدي أغنية في لبنان راح يرجع لأخواتنا يلا اللبنانيين. غني، ايه يلا عدنا اياها. لبنان راح يرجع والحق ما بيموت، والشمس راح تطلع زي سما بيروت. لبنان راح يرجع والشمس راح تطلع. ايه العالم يا ايه العالم يا ايه العالم يا يا الياس، يا الياس، اول حاجه اول حاجه بالثوب الحرير على لبنان، ثوب الحريركم على الدبكه من على حبيبي. الله نشعلوها، نشعلوا نار، يلا نشعلوا شعلوها. نار. استنى استنى، غنيوا دبكة اللبنانية. هو رياب الهوارة، يلا ماشي. يلا هو رياب الهوارة ومحمد بيدبك. هذا دبكة، هذا اي. شو شوفي شوفي التقاليد اللبنانية، شوفي شوفي. يا
خرجينا التقاليد اللبنانية. بس هذا الطبول. ان كثير ان الطبول ان الطبول كثير عندكم. نشعلوا بالزرقاء الياس. العالم يا اخويا. هذا صديق هذا فنان. ان بلوكي. يا شباب يا شباب يا شباب ضيفوا بعض ضيفوا بعض اعملوا خليات مع بعض صاحبي ماك تبروغراميتي عليا ماك تبروغراميتي عليا بقيتي كتصوني ماك تبروغراميتي عليا صاحبي مالك اصاحبي عيقتي اصاحبي بنادم راه عنده خصوصيات ديالو غيكون متكي عيب تصوني ليه وليتي كتصوني لي السكه في وشي الله يا الياس انت رحتي يا عشيري انت رحتي والله 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 بدنا نعملوا الممثلين خلاص هذا كثير طبولكم عندكم طبابين كثير في لبنان انتم طبابين بتفهمي ايه الله يا الياس فنان بتسمعني نعم نعم بسمعك اخ محمد يا فنان نشعلوا مزيكا على الدبكة نار عشان نحيي اهل لبنان الناس الكرام يلا فرجونا كيف تعملوا تراث اللبناني يا يما يا 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 يما يا يا قلبي الله 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 يا محمد والله ما شايف على دبك لبناني الله الله حبي على ما وعليكم السلام يا محمد يا ليل والله هذا محبوبي من راكم تحب دابا انت وين الزمن عايش والله عايش والله عايش والله عايش انت يا محمد عايش والله عايش انا الياس بحبه العالم يا العالم يا لمن قلبي العالم يا لمن قلبي الله راحوا يا الياس راحوا انت انا طبعاك هو انت الليله دوك كطبلات واحد اللي في دابا كاين قول لي راه لبناني هذا يا الياس والله لا جرت الله شنو نديرو دابا نزيدو نشطو غادي زوين هذا غادي زوين يوم السبت داكشي ناضي زوين 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 الله تسنى عاوتاني نطلق انت شو الياس ندير واحد القضيه زوينه اللي طلعوها معنا شنو هذه معايا القضيات ها سير يلا سير يس صافي طلع لي دري ناري 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 ضرب لي انا شويه ضرب لي انا شويه ضرب لي انا شويه واه سير اخي الياس سير اليوم تحول من هبه النظام وقع عصيري ولي يا تصيري شايف حالي انا تكون يا حب ما دايري الله الله ما
كيدير بخير؟ بخير عمر مزيان مسح ليا الله يحفظك. اسمح لي نمشي نجيب من الثلاجة واحد قرعة الماء. مشيت ترينيت شوية. ترينيتي وي صباح صباح ها حبيبي. انا اكس في القهوة. واه تاهي زوينة سمعت هي زوينة. فوق الطاقة شكرا لا تلام اخويا محمد ها حبيبي. لا لا الله. السلام عليكم. بخير عمر مزيان. كدير بخير الله. اش اخبارك اش كتعاود؟ انا بخير الحمد لله. كي غادي مع الوقت؟ بخير احنا غادي مع نسيب عارف. اللهم بارك اللهم بارك. راك نتفرجوا حنا في داكشي ديالك. راك عاجبنا الناس ديال الفوق كعجبنا. الله يعطيك الصحه. كمل والله الا تبارك الله عليك. كونسيبت زوين مختلف. كونسيبت زوين مختلف زوين زوين زوين. وتا حاجه. انا راه كنت كندير مع سبعه في قهوه وحده قبل ما تولي تجيبو انت الدريات راه دوزتهم. انا راه نصبت على كنجيب تسعود الخص كيديت ليه حديت السيمانه اللي فات الخص ماشي فصلو وكيتلاح. وتفهمتي الفكره هادشي ديال صاحبو كان حنا عقنا بان الدريات دابا انت ما عندك طوموبيل ما عندك موطور. لا 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 غلط 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 غلط, غلط. الدريات كيديروا عليا ها وانت راه ضربت وحده عندها باسبور خضر زرق امريكان ترامب كتصوت كانت كدوز. انا ما احسن دابا في نظرك نبقت حامي حتى انا راه المغرب عايش فيه احسن من امريكان فهمتي. كنت عايش نتغدى مع الدار انا ما باغيش نمشي ها كانت تولي تدوي معايا مع بعض انا هبيل. انا انشيلوتي وصلنا لواحد الوقت اخويا. شنو سميتك؟ شكون؟ شنو سميتك قلت لك؟ زكريا. زكريا وصلنا لواحد الوقت اللي ما بقاتش باغا لينا هذا الوقت الدريات. واش كاين؟ علاش علاش؟ الدريه لا كانت شي حاجه باساجي هذا مالو صدعنا القلاوه واخا يكون وتيرا صاحبي تحويمت تقيدنا لك نمرتك ماشي انت ماشي انت مع واحد في الابي سمعتيني؟ عرفت الدريات دابا ولاو باغيين دراهم ولاو باغيين الرويد واش فهمتي؟ ولاو باغيين ايفون الاخر الحياه راه شهوات. ولكن انت تبغي الدريات بغيك على الشيء اصاحبي. انا بغي الدريات بغي الياس اصاحبي زكريا بغي الياس علاش تبغي الايفون ديالي؟ الايفون راه كيمشي وجهه. ايوا وانت عمرتي انت عمرتي مبربره انت كتعرف كتعرف
والله تغلولي الديره انا ساطاس من اريد بول اريد بول تسامي كشف بير خلعتيني والله والله ما كنتش نطلع السطح طعناني خويا محمد مرحبا بك جديده سولتي لك واش عمرك درتي شنو باش كنت سولك ما غتعمرك كدير فيديو سولني واحد قول لي سولتك سولت سيدي واش عمرك درتي شي واش لوكتي لي دابا عمرك تلاقيتي بشي وحده لا زعما انت دابا مصاحب كاين شي درتي بها بداك الشيء ولا لا انا دري وحده تصاحب تما شحال باقي مصاحب معاه لا وتا كفار علينا كررنا وفيديوهات كل فيديو 32 دقيقة وتا ما مصاحبش فار علينا كررنا كيفية الإغواء اليوم موضع أسطوري اليوم كذا غدير ومرة مراتك ديرها كاريز مثلا جبت لكم موضوع شي كامل كوم وتا دابا كوم دابا تا ما مصاحبش وفار علينا حنا كررنا تا هو مصاحبش مول الفكرة وما ما بديش مول الفكرة وكيف كيف موريليو موريليو كيلعب كيف موريلو ما كيلعبش ولكن خدم ترجمان في البارسا وي ولكن ترجمان في البارسا ترجمان ما كيلعبش والو تا زعما ما كتركبش زعما غا كتركب زعما زعما ما كتش زعما ما شوف شوف نقولك واحد القضيه الا سي انا ما طاحش اخويا وليت كنبغي راه ما نقدرش نحل الناس بهاد المشاكل ديالهم شحال من دريه طيحتي بلا كذوب من نهار شحال من دريه جيتي فيها كنتي كتدق عليها تعكلتي طاحت شحال من دريه طيحت لا نقولك شحال دريه طاحت ولكن شي دريه اللي عطالك شي شي هذاك خويا اللي جابك في البودكاست وما سولكش هاد الاسئله شي دريه اللي شي الكين شي الكيان شي دريه اللي قالت لك شي حاجه اللي ما حملتيهاش تنمرت عليك اسمح لي اللي قلتي هادي ما لا حق وداش واش قالت لي شي وحده اللي عطالك شي سؤال ولا شي نهار شي وحده كنت تتابعها خرجك راجل ولا بخرا داربوك ولا شي حاجه طرات لك شي ستوري تايم على قبل هادشي ما تستغلك قالت لي قالت لي واحد البنيه كتقلو ما سولات في هادشي ديالو قالت لي هادشي اللي كتدير انت ما غاديش تطبقوا عليا انا هادشي هذا هو الجواب اللي كتحلش بلي كتكون كطيح حتى كتعرف كدير لها الاغواء كتقول لك هادشي ما تطبقوش عليا انا عارفه كتشوف اللي كديروا ليا غطيح لي به ما كيخدمش الصاط مع هذوك اللي كيتفرجوا فيا اللي كيتفرجوا ما كيخدمش اما انت الصاط سعداس ما كدوش على الكليات تطبق ديك الشيء ديالي اللي غطيح كيديروا عليا كيديروا عليا ولكن لا سميتو عفوا مصاحب انا لا شحال مصاحب مع دريه راه جيل 9 سنين هو 115 كيلو اللي فيها 115 كيلو دريه باش غنمشي انا نحقز على دريه اخرين مصاحب معاك اكثر من 9 سنين ها كتبغيك راه باينه غتبغيني راه كتبيع مع مول بغرير اللي ما بغيتنيش اش دير اش كتكون تبغي كتبيع مع مول بغرير كتطبق على الاغواء الاول مغوية هي انا ما خصنيش طانا انا مغاوي هما بهاد العالمية ودار تركاسك غاوي انا خصني نجي و 15 عام انا ما كنتيش مصور صاحبي لا كانت مصاحبي معايا هي راه دابا ما عارفانيش علاش الناس كيجيو يصور معايا نقول لك لعبة كورة هي ما متبعاش هادشي كيستقبل البغرير مركز عليه شنو بغات فيك شنو بغات فيك كاين حاجة اللي بغات فيك غير الديكاباج شنو بغات فيك لا الديكاباج اللي درتو تبروغراميتها لي ولكن شنو بغات فيك عجبتها كلبس السروال ديال الجين وباقلي مزيرين وكنعلق السوارت هنايا اقسم بالله العاك بغاتني كلبس قميجة اقسم بالله هانت اول مرة انا نتلاقى معاها كنت خدام في واحد طويوطا طوموبيل طويوطا كنخوي منها الحديد في واحد الخربة تما فين شي قديم هادشي كنعاود كاع 2009 ولا 2008 عمرك حويتي شي مهمة عمرك حويتي شي مهمة لا هاديك الساعة هي لا سمع زعما نعس معاها زعما مشينا الناس ولا مارسي معاها مارسي معاها مارسي معاها هذا السيده صافي تبقى معاها ديما نصحك ولكن الا تفرجتي فيديوهات العلاقة ديالك تعمرك تسالي ان شاء الله والله يوسال نتسناك دابا حتى بهاد النظاظر اللي كيكون وحده النيميريك غادي تجي عندي وديك النابوتيه ديال الحديد غتجي غتوريني انا نصاب انا كنت كنصاب على الصحراويات في مازاك انا واحد ودي الكلب انا كيفاش؟ كنت لواط واعر اصاحبي ما كتبانش ليا في عيني تاخذوا فلوس وكذا كنت صاحب مع طبيبه في البليه اهبيل انا لا تبروغرامي حتى شي دريه ما كنولي الناس ما كناش كنبقى نفكر اش نقول لها غدا واعر انا كنسكت في هادشي
فين البلاصه مزيانه للصيد؟ اسمعني 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 اخي. ها الدريه الا بغيتيها تطيح بك احبيبي احبيبي خدمت العاطفه خدمت العاطفه العاطفه اللي خدامه الشروقات راه داير فيلا بالعاطفه بقات الدريه حنا العاطفه الدريه تخدم خدم معاها العاطفه غادي للسبيطار في السخفه باش تبقى فيها ما تقولش لي انا قول لي انا ريفي معاهم هذه اللي مامره بعض هذيك مغربي فهمتي كتقول لي انا ريفي باش كتشرب عليها تشيبا باش كطيحها مشيتي تشويها القهوه اش تشرب انت نشرب قهوه كحله يعني تقول لك هذا مستريسي مع السب نشرب هو الماس باغي نفركع ما تعرف كاش واكل بسطيله كالامار الله يسلمك وانا راه هبيل انا انا كان شي دريه تسلم ليا كندي لها النمره واعر احسن لون الازرق ماشي اسئله الدريه راك طيحها زعما ما بقيتش بروغرامي كيمشي بلك شي قهوه كيبقاو يجيو الناس مول القهوه كتولي مدار معاك كيقول لك ما تخلصش ما عرفتش كيصاحبك كتولي مرونه ما بقاش انا ركنت الهوايه ديالي هي الطلوه دابا انا راه باقي تابع شي دريه حتى تيلا الدفاع غادي يتابعها ولا غادي طالع حتى تيلا الشهب تابعها وانا كنت نكون هنا واش فهمتي الرباط العشيه احسن وقيته ديال الطلوات الرباط العشيه هي احسن احسن وقت واحسن وقت في الصيف ديال الطلوات هي باش يكونوا جايين الناس من البحر كتكون حتى خصك تجي ضاربه فيها الشمس كتوقف عليها ما كتبقاش تبقى غادي فهمتي كتعطيك النوم احسن وقيته انا كيبان لي سميتو الليل الصاف الليل والليل كيفضح العيوب اصاحبي بحال دابا انت مزيان لك اضحك معك لا لا احسن وقيته هي النهار لا النهار كاين الدريات ديال لافا كاين الاستاذات جايين غاديين هادي فهمتي واش فهمتي كيكون فين كتسكن انت فين كتسكن فين كتسكن بورلازيل حبيبي بورلازيل وزعما واش كتشوف راسك عايش كريم في المغرب انت راضي على الصحافه اللي كاينه دابا شوف تي في مثلا راضي على دابا انا راضي على كل شيء الصاف كنشوف بانه كنشوف الانسان يتحمل المسؤوليه ديال راسو فهمتي بحال اش يعني اي حاجه ما كاينش القضيه ديال ما عجبنيش ولا ما عجبنيش ولا عقليه الضحيه هذه فهمتي ولكن انت كتشوف لكن انت مثلا من ركاب ديال شي مركب وبان لك المركب غادي للهاويه واش غتمشي عند القطان وتدوي وتقول لهم سيروا ورا ولا غتبقى راكب في المركب حتى تقلب بك بحال دي في كيرو لا كنت عارف راسي بان الهضره ديالي غتاثر في القطان وغير الراي ديالو صافي انت غتوضع حد صافي غادي صافي غتخلي ما غادا هكا ما دير الصح فهمتي شوف المهم وتخلق السعاده وصافي ورا السعادة راه هي اللي كنقلب لك وكانت السعادة ما نسولكش هاد السؤال راه السعادة علاش داير فينا؟ انت هو السعادة لا 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 شوف شرف ليا والله إلا شرف ليا والله إلا شرف ليا نهار كبير انا ندوي مع كوتش بحالك زعما ما شاء الله صنع الراس واحد العالم ديالو وتبروغرام عليه وخالقه معنا انا راه ما كرهتش كون كنت انت واش انت باغي تزوج؟ لا الزواج غلط علاش؟ يقتل الحب كتولي كتشوفها كتخرا فهمتي كتحريره كيف غموض ما كيبقاش كيبقاش الغموض ولكن ماشي مع الفساد انا ضد الزواج والفساد من انا مره يخطف هكذا دراهم كيخطف فهمتي اما زعما باش نسجل لا انا مع كذا وضد نصاحب معاها ونبقاو عايشين وما باغيش نولد انا كي غيجي ولدي انا الذكاء ديالي وشنو هو وكذا وما درت والو هنا بقى نجيب ولد هنا ولكن هي راه كتشوف زعما الله يبارك ديالك كتشوف كل شيء لا انا ماشي هو هذا واش دابا كتحاول دابا لا دابا واش مثلا دابا انا شوف غنقول لك مهدي دابا انا في حياتي الخاصه ديالي ماشي هكا عصابي انا بحال دريس راه باش كنت باجد اضحك راه باش كان باللي ستريم هكا اما في حياتي الواقعيه راه عندي حياه اخرى راه انا كنخرج مع دريه صاحبتي اللي قلت لك استقلال البغرير راه انا غنمشي بغينا ناكل نص راه ماشي زعما عندك كيما غيزلان مثلا ملي نهار تلاقيت معاها ميسي خسر يا ريس واه يخسر حنا اللي خسرنا اخويا هو غادي ملي كان مع 200 مليار كتقول لي خسر حنا اللي خسرنا سمعتي فهمتك صور شي فيديو لوحو اليوم عندك حياه خاصه زعما غير هذه الحياه حياه صور شي فيديو دابا لوح دابا ما فهمتش دابا صور شي فيديو لوح دابا فيديو اليوم الاربعاء عاود لوحه صاحبي داك الدحيح راه كان كيلوح سبعه في النهار
واش شربتي هذيك ليد بو، واش شربتي شربتي ولا ما تبروغرام على شي فيديو دوي بشي حاجه؟ نعطيك الموضوع، اشنو تطلب مثلا الا مشيتي اول ما او لمشيتي اه باش السكرينات من تلوح. انا بغيت نشوف، انا بغيت نعرف اكثر. الله يحل الوالدين، بغيت نعرف شي اسئله باش يجاوبني. الله يحفظك. سير مرحبا. بغيت نسولك، بغيت نعرف كيفاش نتايا ملي كتجيب هذه القدره انك تتصرف، فهمتي، ما كتخبي والو، كيفاش هذا الانسان اللي صريح بزاف؟ لا لا، انا خويا مهدي، انا واخد واحد 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 الموقف بان زعما اش غيطرى اكثر من داكشي اللي طرى. هادي اللي واخد هاد الكلمه كنقول زعما داكشي السيء راه طرى، راه مابقى حتى سيء من غير داك السيء اللي طرى، فهمتي؟ زعما بحال اللي كتقول، بحال اللي كتقول مثلا متي وحييتي وفهمتي الفيلم على اش داير، فهمتي كيفاش؟ اش غيطرى؟ شنو غيطرى؟ تخاص البيسي، تخاصمت مع دريه، كنكفت كنخرات، غيطرى اكثر من داكشي اللي طرى. حنا كاملين عارفين شنو كيدير الراجل ومرته، فهمتي، عارفين شي حوايج، ما كاينلاش غنخبي ولا نكذب ولا نافق ولا. واهم قاعده اللي كتبقى هي من الاسس ديال 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 القواعد في المنهجيه ديالي، هي واخا الدين اللي درتي غتموت، والانسان قابل باش يولي يحط المخ ديالو في مخ ديال روبو ويعيش للابد. تكون طلعت لي 5 م، هذيك 5 ام ديال الكونيكسيون سيرفيس، ياك النوع هذا لا بون، ممكن لو وي في لازم ما كيبركش في الدار.